طلعت معاي بثواني بسرعة، سويت الفكرة. قال لي بتحداك تخلصها. لما جينا نسويها عملي نكتبها طلعت فعلا الأعداد معقدة مع أنه الفكرة بسيطة. لا بدنا نكتب نطلع الجواب بالضبط قديش، طلعت المعادلات اللي بتطلع شو مالها معقدة. اضطريت لكمبيوتر حتى احلها، اضطريت ادخل المعادلات على كمبيوتر عشان اقدر اعرف الجواب بسرعة. طبعا انا شو استفدت من تدخيل على الكمبيوتر؟ مش هدفي اني اطلع حل سؤاله، انا قاعد افكر بطريقة مختلفة انه مهما كانت الاطوال ومهما كانت المساحة يطلع الجواب. وصلنا ندور على افكار ثانية، ما اكبر مساحة ممكنة، ما اقل مساحة ممكنة، ما هذا ينفع للتوجيه العلمي بصير. يعني حط خلوني احط سؤال اطلهم اياه بموتوا. لا هو صعب يعني صراحة، يعني ايش هذا الشكل؟ لا نرجع لهذا، معلش نرجع لهذا. هذا لو قسمته هيك مثلث، لا بقدر اعمل مثلث شبه منحرف. شوف دائما كل ما تقللي احسن. طب ايش مساحة شبه المنحرف؟ نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. شوف هاي اسمها قاعدة، خلينا ننزل فيها شوي بس معلش عشان تبين كلها. هاي اسمها قاعدة، هاي 1 2 3 4 5 6، اذا هذا 6، هاي اسمها قاعدة اللي حطيت عليها 6، هاي اسمها قاعدة هياتها، هاي اللي بعلم فيها، هاي اسمها قاعدة. الخط الموازي لها اللي فوق كمان قاعدة، يعني كبر قواعده اللي هي الخطوط المتوازية اسم القواعد. يلا هاي قاعدة 6 وهاي القاعدة قديش؟ 1 2 3 4. طب وين الارتفاع؟ دائما يا جماعة كلمة ارتفاع يعني عمود، شوفوا لكم عمود نازل. أيوة لازم ينزل عمود، إذن 2. إذن إيش مساحة شبه المنحرف هون؟ راح تكون عبارة عن نص ضرب مجموع القاعدتين اللي هو 10 ضرب 2 بيطلع 10 وحدة مربعة 10 سنتيمتر مربع اللي بدك اياه. 6 و4 جمعتهم طلع 10. طب دكتور انا بدي ارسم من خذ الزاوية نزلها على الزاوية القائمة ويصير مثلث. بتقدري تنحل بمليون طريقة. هذا كيف بدي احسب مساحته؟ الشكل اللي هون هذا متوازي اضلاع، كيف بدي احسب مساحته؟ طول القاعدة في الارتفاع. طب وين القاعدة؟ بتعتبر اي ضلع قاعدة. طب وين الارتفاع؟ بدي اعتبر هذا القاعدة، مثلا افرض بدي اعتبر انه هذا القاعدة. دقيقة، وين الارتفاع؟ بدك عمود، اعطيني عمود. مش شايف عمود؟ هاي هذا 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 مش عمود يا جماعه، هو عامل زاويه منفرجه. احنا بدنا ننزل عمود. نزلي عمود. اشوف انا الزاويه تحت. طب بدي انزل عمود من هون، كيف بدي انزل عمود؟ هيك لا لبرا، يجي لبرا. أنا أقول لازم أعمل امتداد هذا، لازم أعمل امتداد لهذا ونزل منه عمود زي هيك. كم طوله هذا العمود؟ طيب شو بعرفني، ممكن أنزل عمود من هون. هذا الارتفاع، هذا قديش طوله؟ إذا عرفنا طوله حلينا السؤال. هل في معلومات كافية أطلع طوله؟ معناته إذا بدك تشتغلي على طول القاعدة في الارتفاع ما راح تحليه إلا إذا تفننتي لك طب الحل الثاني، أعطيني حل ثاني. ما زبطتش هاي طريقتنا، معناته بشتغل من برا بطلع مساحة الشكل كله ناقص مساحة المثلثات اللي برا. بطلعش مستطيل، بدك عمود. ديري بالك مستطيل عمود، عمود ما عندك. طيب احكوا لي الشكل اللي هنا بالنص شو هو؟ هذا الابيض معين، كيف نحسب مساحته؟ طول القاعدة في الارتفاع هي قانون، والقانون الثاني هو نص طول القطر في القطر. نص طول القطر في القطر،
في القطر. يعني القطر الأولاني قديش؟ هذا اثنين، والقطر الثاني اثنين، إذا نصف اثنين في اثنين. هذا اسم قطر، وهذا اسم قطر. القانون بيقول نص القطر الأول قديش طوله؟ اثنين ضرب القطر الثاني قديش بيطلع الجواب؟ اثنين. إذن هذا مساحته اثنين. طب قديش مساحة هذا اللي هون، المنطقة الفاضية هاي؟ لا مساحات، احنا بنحكي عن مساحات. هلا شوفي، هاي مع هاي تعطي مربع، وهاي مع هاي تعطي مربع، اذا مساحتين اثنين بدون ما احسب شيء. هاي مساحتها هاي مع هاي بعطيه مربع، المنطقه البيضاء اللي هون اللي هي المثلث مع المثلث بعطيه مربع، واللي هون واللي هون بعطيه مربع، اذا صار عندي مربع واحد، مربعين عفوا. اذا مساحتين قديش؟ اثنين وحده مربعه، والجوانية البيضة اثنين وحدة مربعة، إذن أربعة. بنقول مساحة المستطيل أو المربع كله الكامل ناقص أربعة، ناقص أربعة. حلوتها يا سيدي، بفكر يعني بيخلين الواحد يفكر صراحة، مش مباشر يعني. شوفوا أنا بدأت تصعب شوي، يعني بيصير كل مرة يعطيك إشي أقوى. كيف بدي أحسب مساحة هذا الشكل؟ مربع وبعدين مثلث. طب بدي اسالك سؤال، هذا اللي شكل اللي هيك شو هو اللي قاعد بمشي عليه بالازرق؟ مثلث. هذا مش مثلث يا جماعه، هذا مش مثلث، هذا قطع دائري، هذا ربع دائره، ربع دائره هذا. طب هاي ربع دائره، واللي جنبه ربع دائره، نص دائره، واللي هون نص دائره، هاي دائرة وهاي دائرة وهاي دائرة، عندها دائرتين. إذا بس بحسب مساحة الدائرة الواحدة بضربها باثنين بطلع مساحة دائرتين، وبحسب مساحة المربع اللي بالنص. هاي طريقة أجين. هاي مساحة المربع اللي بالنص بحسبها لحالها، هاي اثنين في اثنين، هاي سهلة. بعدين بطلع هاي عبارة عن ربع دائرة وجنبها ربع دائرة، ممتاز، نص دائرة. طيب وهنا نص دائرة. طيب هاي وهاي وعندك قانون الدائرة لما عندك، خلاص بحسب مساحة الدائرة والدائرة، وهذلك اثنين الأربعة بعملين كمان دائرة، دائرتين. إذا مساحة الدائرتين زائد مساحة المربع. وصلت؟ سهلة، فيها شيء صعب؟ هاي لحظة، هي شغلة بس انك تعرف تتخيل الشكل صح. السيادة انتو لو القوانين معاكم، لو القوانين معاكم، ما القوانين لحالها ما بسوي شيء. يعني لو واحد حافظ القانون لحاله ما بسوي شيء. بدك تعرف ممكن تكتب القوانين عن المتعطين الأسئلة، مش راح اكتبهم، تكون تحفظوهم يعني، ما كأنه مرفوضة يعني هاي النقطة. بس يعني انا بالنسبة لي ما عندي مشكلة انه واحد اول ما يطلع الامتحان يروح يكتب كل القوانين قدامه، يعني خليهن قدامه. انت من حفظك مش تروح تجيبهن على ورقة بصير يقول لك غش وما غش، لا. لانه انا عادة يعني ما بجيب السؤال، ما بجيبه انه بنحل على القانون مباشرة، الا يكون في حركة من هيك يعني لو بسيطة. يلا كيف بدنا نحسب مساحة شكل سي هذا اللي هون؟ هذا شوي شكل مخبص يعني كثير، بس اعرف اعرف جزء وبتحله. مرات ما بتطلع على جوا، بتطلع على برا. مربع مستطيل هو أربعة في ثلاث، البراني بتطلع على البراني أربعة بثلاث. طيب هاي نص دائرة، وهاي ربع دائرة، وهاي هاي ما بنعرف شو هي. لا هاي مش ربع دائرة، شو اللي تخبص؟ تزبط شو الدائرة هاي؟ كدبروها. أنا ولا راح أجاوب ولا واحدة منهم هذول، خلاص. لا هذولا بدي أحط لكم الورقة هاي نفسها، بحطها على الموقع
وفوتوا تسلوا فيها. اختاروا اختاروا منها يعني اختاروا منها نماذج للإجابة. طبعا ممكن يكون السؤال هنا مش يعني جدل الناتج بقدر ما هو قدر. احكوا لي هذا ايش اسمه، هذا الشكل هذا شو اسمه؟ لا، متوازي مستطيلات، او بقول عنه صندوق، صندوق او متوازي مستطيلات. متوازي المستطيلات، اعطيني مثال بالواقع هسه عن متوازي المستطيلات. الطاولة، صندوق، علبة الكبريت، دفترك، مظبوط ولا لا؟ طب بدي اسالكوا سؤال، بدي اسالكوا سؤال. احنا صرنا ساعة قاعدين بنحل على الدائرة وعلى المربع والمستطيل والمثلث، طب ليش ما جبنا حجمهن؟ جبنا مساحة وجبنا محيط، بس ما جبنا سيرة الحجم نهائيا. ها؟ طب بالامتحان راح اجيبكم وجيبوا حجم المربع، شو رايك؟ المربع له حجم نفسه. ها؟ شو؟ المربع له حجم؟ لا لا، المربع هيك ما له حجم. لا لا، شو له؟ له مساحة. عشان هيك احنا بالرياضة شو بنقول عن المربع؟ بنقول عنه شكل. بنقول عن المستطيل شكل، لانه مش جسم، مش ثلاثي ابعاد، ففيش له حجم اصلا. انا هيك حكيت جسم، يعني هذا مجسم. المجسم له حجم. طب ايش يعني حجم؟ بنسمع مرات بيسمعونا، بتسمعوا بيسمعوا بقولوا حجم، بقولوا سعه. شو الفرق بين لفظه حجم ولفظه سعه؟ وشو معنى الحجم؟ انا ما بدي شو قوانين الحجم، بدي شو معنى الحجم. زي ما حكينا المحيط السور، طول السور، وال احكي معي المساحه